هتقول لنا سواح ولا انا حاجة. انا قلت له ميل وحدف منديل وما فيش حدف كده قارئة الفنجان. انا بالنسبه لي عبد الحليم صعب وطريقك مسدود مسدود قوي. بحياتك ولد امراه عيناها سبحان المعبود. بحياتك ولد امراه عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود. ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. برضو في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم عليها وهي مشاركتك في مبادرة كتف في كتف. طبعا المبادرة دي كانت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. وكان شارك فيها عدد كبير جدا من النجوم والفنانين وكله كان بيدعم المبادرة. احكي لنا بقى عن المشاركة بتاعتك في المبادرة. طبعا المشاركة دي جت بعد انتهاء برنامج الدوم وبقينا خلاص من ضمن نجوم الدوم خلاص. فأول حفلة رئاسية بالنسبة لي طبعا ده كان شرف كبير جدا طبعاً. ان انا اقف قدام سيادته واغني قدامه رهبه وسعاده وميكس من المشاعر. والله أيوة. ميكس من المشاعر طبعاً. لان انا كمان اول مره اتحط في موقف زي دوت وحسيت فعلا قد ايه ان يعني انا ماشي في خطوات مظبوطه ان انا غنيت قدام سياده الرئيس. فدي حاجه بالنسبه لي شرف هفضل افتكره طول عمري طبعا. طب واهلك كانوا رايهم ايه بقى لما شافوك في الحفله؟ العيله كلها بتتفرج على التلفزيون. العيله كلها بتتفرج. فخر العيله طبعا طبعا بالنسبه لهم الموضوع كان طب كبير. مامتك وباباك اصلا فكره ان انت وصلت دخلت الدوم وصلت للنهائيات وان انت حققت حاجات كبيره وراي الاساتذه فيك كان حلو قوي كانوا بيقولوا لك ايه؟ دايما عارف الاب والام في الاول بيبقوا فكره مزمزقينها فنان. طب هو يعني ده يعني هينفع هيصيب؟ طب هياكل عيش؟ بعد كده لما يلاقوك عندك خطوات ما شاء الله ناجحه بيبتدوا يهدوا ويرتاحوا شويه. فده حصل كان مع اهلك؟ طبعا طبعا هم برضو زي اي اب وام خايفين على ابنهم لان برضو انت في مجال يا لا ومفيش حاجه فيه مضمونه برضو طبعا. لكن هم بداوا فعلا يتحمسوا معايا ويقفوا جنبي ويدعموني جدا لما بداوا فعلا يشوفوا ان انا في خطوات ايجابيه باخدها. ان استاذ خيري بشاره مش هيختار منعم اذا كان عنده موهبه اكيد. برنامج الدوم مش هيطلع على الشاشه يوصل للفاينل واستاذ حميد الشاعري واستاذ انوشكا واستاذ امير طعيمه يتكلموا عليه بطريقه كويسه على شاشات التلفزيون الا اذا كان عنده موهبه كويسه. فبداوا فعلا يحسوا ان لا منعم عنده موهبه بيحاول يطورها فاحنا لازم نقف جنبه. فهم بصراحه من بعد كل الخطوات ديت هم واقفين جنبي في كل حاجه بعملها ومشجعيني على كل الكبيره والصغيره بصراحه. طب منعم دايما كده بحس الصوت زي ما هو موهبه لازم يبقى في حد عندك من الاسره برده صوته حلو. مامتك باباك اي حد كان بيدندن لقط من حد حاجه؟ مفيش اي حد للاسف. انت لوحدك طلعت كده غالبا. انا الوحيد اللي في العيله مش عارف يعني ما فيش حد خالص. مفيش حد كان بيغني ولا اسمع ان يعني لا اخواتي ولا قرايبي ولا ابويا ولا امي ما حدش يعني كان بيسمعك اغاني وانت صغير. هم بيحبوا يسمعوا والدي سميع جدا طبعاً. والدي سميع جدا الاغاني القديمه طبعاً. فانت لقطت بقى ازاي بيقولوا العرب ازاي مش عارفه ايه الحاجات دي. وانا صغير كان والدي لازم كده بالليل يشغل التسجيل ويجيب بقى ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ويفضل يسمع. هو كان سميع راجل صاحب مزاج جدا. أيوة. جدا بقى. فانا طبعا يعني شربت بقى من الجو دوت. دي حاجه حلوه قوي بصراحه وتعلقت طبعا بالاغاني القديمه واستاذ عبد الحليم واستاذ عبد الوهاب وست ام كلثوم حاجه جميله. فده طور معايا حاجات كتيره جدا.